السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن يتيمة الصحافة، فنانة أخلصت للصحافة فتركت مجلة تحمل اسمها. روزي اليوسف، روزي اليوسف أشهر اسم في تاريخ الصحافة، ورائدة من رواد صحبة الجلالة، صاحبة قصة كفاح فريدة من نوعها. جاءت إلى مصر طفلة وحيدة يتيمة بلا أهل أو مال، واستطاعت أن تصنع أمجادا في تاريخ الصحافة والفن، وإن تكتب اسمها بحروف من ذهب على مر التاريخ. روزي اليوسف هي لبنانية من أصل تركي، اسمها الحقيقي فاطمة محمد محي الدين اليوسف. ولدت في بيروت سنة 1897 يتيمة الأم من أسرة مسلمة. كان أبوها تاجرا، اضطر للسفر من بيروت وترك ابنته عقب ولادتها في رعاية أسرة مسيحية كانت تدللها باسم روز. وعندما انقطعت أخبار الأب تبنت العائلة الطفلة التي لم تعرف حقيقة قصتها إلا في سن العاشرة. وفي طريق هجرة الأسرة من لبنان إلى أمريكا رست السفينة التي تستقلها بالإسكندرية لتقود صدفة الطفلة اليتيمة إلى أول طريق المجد، وتتعرف على المخرج المسرحي إسكندر فرح الذي علمها التمثيل وضمها إلى أسرته. وبعدها تعرفت على الفنان عزيز عيد، وبدأت طريقها في دنيا الفن ككومبارس، ثم أدت أدوارا كبيرة على المسرح، وعملت مع جورج أبيض وتألقت، ثم عملت مع يوسف وهبي وأصبحت بطلة فرقة رمسيس. تركت فرقة رمسيس بعد خلاف مع يوسف وهبي فاعتزلت التمثيل واتجهت للصحافة، وأصدرت في أكتوبر سنة 1925 مجلة روزي اليوسف التي انتشرت ونجحت واستمرت حتى الآن. ساهمت روزي اليوسف في حركة الأدب والثقافة، كما أصدرت مجلة صباح الخير التي كانت رمزا للقلوب الشابة والعقول المتحررة، كما كان يقول شعرها، وانطلق منها أكبر نجوم الصحافة. وتزوجت روزي اليوسف من 3 رجال هم محمد عبد القدوس الذي كان يعمل ممثلا مع نجيب الريحاني، وأنجبت منه الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ثم تزوجت من عملاق المسرح زكي طليمات، ثم من المحامي قاسم أمين حفيد قاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة. وكانت روزي اليوسف تتمتع بشخصية قوية صارمة، وكانت تقول دايما كلنا سنموت، ولكن هناك فرق بين شخص يموت وينتهي وشخص مثلي يموت ولكن يظل حيا بسيرته وتاريخه. ولوفاة روزي اليوسف قصة غريبة، حيث كانت تشاهد فيلما في السينما وأثناء ذلك أصيبت بأزمة قلبية، ولكنها تماسكت وطلبت من صديقتها التي كانت معها أن ينصرف، وأخذت تاكسي وعادت إلى منزلها وارتدت ملابس النوم ودخلت سريرها وماتت عليه خلال نصف ساعة. وحينها كتب الأديب يوسف إدريس عن وفاة روزي اليوسف قائلا إن روزي اليوسف استأذنت من عزرائيل لمدة نصف ساعة. وكتب أحمد بهاء الدين إن موت روزي اليوسف يعبر عن إرادتها وقوتها لأنها قاومت الموت حتى تعود إلى منزلها. توفت عام 1958.